صافي هذا غنعطيك واحد المملح هذا جربيه من بوش كي كيجي عطينا وركزوا معنا مزيان مستمعاتنا مملح بالقمرون طيب. انا غنمشي معكم واحد دقه دقه بشويه الله يستر عليك باش يستافدوا معنا المستمعات الوفيات لانهم عارفين الوصفات ديالك تبارك الله عليهم كلهم كيصدقوا 100% اذا نمشيو بشويه العجينه نص كيلو ديال الدقيق فورس نص كيلو ديال الدقيق فورس غنبسبسها ب 100 غرام ديال الزبده نبسبسها ب 100 غرام ديال الزبده شويه الملح شويه ديال الملح معلقه صغيره ديال السنيده معلقه صغيره ديال السنيده واحد بيضه واحد بيضه معلقه كبيره ديال خميره الخبز معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز غنجمع هذا الخليط كله بربعه ديال الحليب اييه الخليط نجمعه بربعه ديال الحليب غتخليه يرتاح اييه الحشوه غتجيب الفطر الاسود ديري فيه 10 دقائق في الماء سخون ملي غادي تنفخ وغتحيد منه الغبره غتقطعيه مكعبات واخا غتشحري بصله كبيره مشلضه بصله كبيره مشلضه مع شويه زيت شويه زيت شويه الملح شويه الملح شويه البزار شويه البزار غتجيبي علبه ديال الفطر الاخضر مقطع حتى هو علبه ديال الفطر الاخضر غتجيبي 300 غرام ديال القمرون مقشر 300 غرام قمرون مقشر 30 الالوان حتى هي مربعات حمراء صفراء خضراء الفلفله بجميع انواعها والالوان حبه الحامض مرقده مقطعه اييه معلقه صغيره ديال الصلصه الحاره اييه وجوج معالق كبار من الصلصه ديال الصوجه معلقه واحده ديال الصلصه الحاره اه معلقة صغيرة على قبل الوليدات وعلى الحار تبرع راسو في الحار غتصحي كل شيء هادشي اللي عطيتك المقادير جوج معالق ديال اشي اللي سمحتي لالا صلصة الصوجة صلصة الصوجة يلا غتصحري هادشي كله وغتخليهم يبردوا اييه العجينة ملي كترتاح كتسرحيها بالمدلك نسرحوها بالمدلك واخا كتقطعيها دوائر اللي ما عندوش شي مرشو كيديرها الفم ديال الكاس اييه تشدي الحشوة غتجمعيها بحال شوصون بحال شوصون واخا بمعنى بحال كنسرحوا الطبقه الاولى وكنعاودوا نغطيو بداك لا ما غتغطيها غتسرحيها دائره ودير الحشوه الوسط وغتجمعيها بحال شوصون اييه واخا واضح ودوك لي شوصون ما غتتنع فيهمش غتوقفيهم اييه ملي غتحطها في الطاوله غتكون واقفه بحال الشكل ديال شي حاجه طويله بحال فلوكه بحال شي حاجه اييه فهمتك واضح غتعينيها بالصفار البيض مع شويه الماء وديري الزنجلان ودخليها الفران طيب اييه تبارك الله هادي نعاود معاك المقادير باش نتاكدوا ان المستمعات خداوها اذا قلنا كنحتاجوا نص كيلو ديال الفورس 100 غرام ديال الزبده شويه ديال الملح معلقه صغيره ديال السنيده بيضه وحده معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ونجمعوا الخليط بربعه ديال الحليب الحشوه غادي نحتاجو فيها شامبينيون اسود او الفطر الاسود بصله كبيره وحده مشلضه شويه ديال الزيت الملحه غادي نحتاجوها ايضا البزار وعلبه ديال الفطر الاخضر الاخر حتى هو يكون مقطع غنحتاجو ايضا 300 غرام ديال القمرون مقشر او الكروفيت مقشر الفلفله غادي نحتاجو الالوان كاملين الحمراء والخضراء والصفراء حبه ديال الحامض مرقد يكون معلقه صغيره ديال الصلصه الحاره جوج معالق ديال الصلصه ديال الصوجه هادو هما المقادير اللي لنا جات صافي هما هادو اختي تبارك الله عليك على عطر ما طرش تبارك الله عليك لاله نجات يلا